مباراة العودة ستقام نهارا، لماذا إقامة المباراة نهارا وليس ليلا؟ Sorry, I didn't hear that. Can you repeat that again? The match. Yeah, it's 4 p.m. نعم، نعم ستكون في الرابعة عصرا من توقيت غانا، نعم. فبالتالي هذا وقت مناسب بالنسبة لنا، وهذا وقت مناسب للجماهير الغانية. لو أمكن تشرح أكتر، عشان إحنا هنا دايما في مصر بيبقى عندنا تحفظات وإزعاج من إقامة المباريات بالنهار في القارة الأفريقية. لماذا تقام المباريات بالنهار تحديدا في غانا، خاصة لما يبقى الطرف الثاني فريق مصري؟ لا لا، السؤال السؤال هو لما يلعب الزمالك ضدنا بالليل؟ لما يلعب الزمالك في هذا الوقت المتأخر؟ بالنسبة لنا ليس الأمر بتعمد، ولكن هذا لظروف معينة. بالنسبة للجماهير، نريد للمباريات أن تشاهد. نريد أن تكون المباراة مرئية لكل الجماهير في هذا الوقت. لذلك هذا الأمر كان حكيما من جانب الكاف على الموافقة عليه. لأن كرة القدم يجب أن تشاهد، يجب على الجماهير أن يشاهدوا المباراة. ويجب أن يكون هناك فرصة للمنافسة. لذلك المباراة تقام في نهاية الأسبوع في وقت العطلات ليجعل الجميع يشاهدوا المباراة. فهذا هو الأمر، الأمر بسبب الجماهير وبسبب العودة من العمل. حتى الأمر في الأدوار الأولى وفي دور المجموعات كان هذا هو الحال بالنسبة لنا. نحن لا نفعل ذلك عن عمد. وينفريد درامون المدرب العام لفريق دريمز الغاني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات المهمة ما قبل مباراة العودة أمام نادي الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد القادم إن شاء الله.